بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 160. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه، فأجاب بقوله: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك، مثل قوله تعالى: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده. فلو كان المراد بأن عنده كما يقول الجهمي في قدرته، لكان الخلق كلهم عنده، فإنهم كلهم في قدرته ومشيئته، ولم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه، لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما. فالاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض، كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه. ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل والشرع عند الأئمة المثبتة، وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل. والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، والثانية في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما القرب فهو كقوله: فإني قريب، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. وافترق الناس في هذا المقام 4 فرق، فالجهمية النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم، إلا الجهمية فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. ولهذا قال ابن المبارك ويوسف ابن أسباط: الجهمية خارجون عن 73 فرقة. وهذا أعدل الوجهين لأصحاب أحمد، ذكرهما أبو عبد الله ابن حامد وغيره، ثم ذكر رحمه الله بقية الفرق المنحرفة في هذا المقام، إلى أن قال: والرابع سلف الأمة وأئمتها، وأئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعه. أثبتوا أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهم بائنون منه، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم، كما قال: محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، لا أن ذاته في ذاتهم، بل هم مصاحبون له. قوله: فأولئك مع المؤمنين، يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم، فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية.
وفي القرآن: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. وهذا كثير مما يصف وهكذا كثير مما يصف به الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد وهكذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس في الخير. ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب، فمدلول اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى، فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة والالتزام، فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط، بل أريد مدلوله الملزوم، وذلك حقيقة. وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفرد بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث: اربعوا على أنفسكم، إلى أن قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وتارة يذكر القرب بصيغة الجمع كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا مثل قوله: نتلو عليك ونقص عليك، وعلينا جمعه وقرآنه، وعلينا بيانه. فالقرآن هنا حين يسمعه جبريل، فالقراءة هنا حين يسمعه جبريل، والبيان هنا لمن يبلغه القرآن. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. وأما قوله نتلو ونقص ونحوه، فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: فعلنا، كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش، ونحو ذلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، فإنه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت، كما قال تعالى: توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت. وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر، قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة، والهم بالنفس قبل العمل. فقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.